اهلا وسهلا فيكم حبايبي من قناه رهف 2011 كيتشن تيوب. اليوم الفيديو عباره عن بودينج الشوكولا. عندي ربع كوب من الكاكاو البودره الخام، عندي ظرف من الفانيليا، عندي 12 معلقه نشا و3 ارباع كوب من السكر، وعندي كمان لترين من الحليب. عندي هون لترين حليب، تمام. ليش 12 معلقه نشا؟ لانه لكل كاسه حليب كبيره بدنا معلقه ونص كبار من النشا، تمام. كل كاسه حليب نحتاج معلقه ونص كبار من النشا، وانا عندي هون لترين. لترين يعني بحاجه 12 معلقه من النشا، 3 ارباع كوب انه كمان من السكر، وعندي هون ربع كوب من الكاكاو. يلا خلونا مع الوصفه نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حضر بالفانيليا كله على البرد، بدنا نحطه، حنحطه فوق الحليب. ناخذ الكاكاو كله نحطه، تمام هيك. ورح ناخذ ورح اخذ كمان السكر نحطه كله، وعندي كمان هون النشا، راح احط النشايات كلهم كمان فوق منه، رح نخلطهم مع بعض كلهم على البارد. بس ليختلطوا كلهم مع بعض ننقلهم على الغاز، تمام. هلا هيك بعد ما حركت المزيج منيح، ما ضل عندي اي تكتلات ابدا، حطيتهم على هالنار. ما بياخد معنا حدود 5 دقائق لعشر دقائق ماكسيموم، بيتعلق قد انه المزيج كله وبيتقل معنا وصار معنا جاهز. بلش المزيج معنا شوي شوي، ان شاء الله يتقل. هاي الاكل سبحان الله الاكبر والصغار بحبوها، نكهتها كتير طيبة، حتى الطفل بصير بيرغب انه ياخذ معه على المدرسة على الروضة. يعني اكلة طيبة ولذيذة اذا جهزتي لها قبل بنهار، او حتى لضيوفك يعني اكلة مرتبة. وان شاء الله هلا بعد شوي بس تخلص تتقل معنا تبرد شوي رح نزينها مع بعض ونشوف كيف طريقة التزيين. ما شاء الله صار قوامه منيح، هيك دقيقة زمان لانه خلص يعني تقل معنا على الاخر. نحن هذا القوام اللي بدنا اياه، لانه بس يبرد رح يتقال اكثر. هيك تمام، تمام هيك على العالي. يلا خلينا نسكبه. هلا هيك جهزتهم، نستناهم بس ليبردوا شوي وراح نزينهم. ريحتها بصراحة بتجنن، بتشهي القلب. طبعا هن اللترين طلعوا مقدار 12 زبدية من هذا الحجم، تمام. يعني كمية اللترين حلوة، تمام. يلا خلونا بس حتى يبردوا شوي ونزينه مع بعض. هيك بعد مرور 3-4 ساعات لأكلة البودنج بالبراد، وصفة البودنج اللي حطيتها بالبراد، هلا صار بدنا نزينها مع بعض. يلا انا هون مجهزة عندي انواع بسكويت بالشوكولا، تمام. بما انه هو بودنج بالشوكولا، وعندي هون كمان لوح شوكولا بالبندق، ومجهزة كمان عندي بسكويت اختياري وهذا كرز معلب بيجي، تمام. يلا بسم الله نزينه. هاي هيك خلصت هون، حطيت الكرز. طبعا انت الك حرية الاختيار كيف بتزيني، بتحبي تاكلي هيك بلا تزيين، يعني انت حرة. طلع طعم البسكويت كمان محشي شوكولا بتشهي القلب. هي هيك
راح ناخذ هذا لوح الشوكولا بالبندق كمان. هاي هيك قطعت الشوكولا تبع البندق هيك. هاي هيك خلصنا وصفة البودينج. اعطوني رأيكم فيها، بتجنن، راح ادوق معكم. يلا شوف كيف جمادتها، ما شاء الله جهي القلب. بتدوب بتتم ذوبان، عشق بصراحة. هي صار بس 3-4 ساعات بالبراد، يعني كيف اذا بتكوني عاملتيها قبل بليلة بتشهي. فضلا وليس امرا، لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. باي باي.